نرحب بجميع المشاهدين والمستمعين والحاضرين معنا هنا على أرضية الميدان. 15 شوطا هذا هو أولها، كما تشاهدون الاستعدادات تجرى على قدم وساق. جوائز عينية قيمة من الشوط الأول وحتى الشوط الخامس عشر، سيارات رصدت للفائزين بالمراكز الأولى. نتمنى التوفيق ونتمنى الناموس لجميع المشاركين. هذا الشوط يحضر فيه 67 مشاركة، نتمنى لهم التوفيق، عدد ليس بالقليل ولما لا. والأعداد في المجمل في هذه الأيام وفي هذا المهرجان تخطت حاجز 13,000 مشاركة. نتمنى لهم جميعا التوفيق والسعادة، ونحن جميعا فائزون بهذا الملتقى مع إخواننا هنا على أرضية ميدان التحدي. وهكذا مشاهدينا الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول أشواط الصباح. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا المهرجان وهذه السباقات بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي يوم الأمس وفي هذا اليوم شهدنا المنافسة وشهدنا التحدي على أرضية ميدان التحدي، شهدنا المنافسة في هذه الأجواء الجميلة، في هذه الأجواء الماطرة الرائعة والمنافسات الكبيرة. أيها الأعزاء، نتجه مباشرة لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى. شرف على مقدمة الشوط لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد على المقدمة وعلى المركز الأول. دور المركز الثاني تبوك، على المركز الثاني لسالم بن حمد، سالم بن جابر بن هيان المنصوري مع المركز الثاني. شعار الإعصار الغربي يراه يتدخل على المركز الثالث ويتقدم في هذه اللحظات هنا خلال الشعار، شعار الإعصار الغربي. دور المركز الرابع، ومن تتقدم على المركز الرابع وتتحرك هنا سيطرة لسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي على المركز الرابع. بينما دور الهوجة على المركز الخامس تتقدم الهوجة لسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، لمراكزنا المتقدمة الأولى كما تشاهدون على الهواء مباشرة. هذا الشوط الحامي نوايد ولا شرف؟ شرف، ولكن حصل التغيير من قبل مزنة حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري، خطفت المركز الأول. شرف على المركز الثاني لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد. بينما المركز الثالث تتقدم هنا تبوك لسالم بن جابر بن هياي المنصوري على المركز الثالث. دور المركز الرابع، وصلت سيطرة مع المركز الرابع، تتقدم لسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي. بينما المركز الخامس الانطلاق من ميسورة لأحمد بن ناصر بن سعيد بن ناصر الخيالي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، كيلو وين تنقضي من مسافة الشوط، ونفتتح أيضا مسافة الكيلو وين، تنتصف المسافة يا ملاك ويا مضمرين في هذا الشوط الأول. جوائزنا جوائز عينية قيمة لجميع الأشواط اليوم، جميع الأشواط ما في نقدي، سيارات رصدت للفائزين. عودتنا إلى مقدمة الشوط. الله يا مزنة، الله يا مزنة، حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري، شعار أبناء الغربية اليوم حاضر، الشعار الغربي، الغربي اليوم يفتتح أشواط الصباح بهذا التقدم الخطير.
يصير، بينما المركز الثاني وصلت على المركز الثاني وانطلقت هنا تبوك سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري على المركز الثاني، الدور دور ميسورة على المركز الثالث، انطلقت أحمد بن ناصر بن سرود الخيالي مع الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية يا مضمرين. المركز الرابع هنا سيطر لسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي، بينما المركز الخامس تتقدم فيه وتنطلق هنا حاملة الرقم 65 زعفران السليم بمحمد بن راشد العويسي، وصلوا أبناء السلطنة مع المركز الخامس. يصل العويسي، يبغي الزعفران، يبغي الناموس. الله يوفقك يا العويسي ويوفق إخوانك المشاركين. عودتنا إلى المركز الأول، هل الغربية ولا راعي تبوك؟ هل الغربية ولا هل الوثبة اليوم في هذا الشوط الأول؟ الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، الله مزنه مزنه مزنه، أمطري يا مزون، أمطري يا مزنة الخير على هل الغربية، على هل الغربية. ولكن أين المفر من تبوك؟ أين المفر من تبوك يا راعي مزنه؟ يا سلام، الله 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 الله، لا 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 لا، تبوك في راسها ناموس، في راسها فوز، في راسها الانطلاق الى خط النهايه. ابناء السلطنه ايضا قادمين مع المركز الثالث بن دغمال المدهوشي، ولكن تبوك طارت بالفوز، طارت بالناموس الى الوثبه، الى ابناء الوثبه، مع ابناء الوثبه. ولكن ولكن الاعصار الغربي يتحرك مع مزنه، عادت مزنه، عادت مزنة. ياهو شوط، شوط رئيسي، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المبدى يحظى بهذه المنافسة الحامية حتى خط النهاية. تبوك مزنة، مزنة تبوك، اللحظات الحاسمة إلى الوثبة أو إلى الغربية، إلى الوثبة، الوثبة طارت، إلى الوثبة طارت تبوك. سلام يا الوثبة، سلام، سلام يا الوثبة، سلام، تهانينا تهانينا. الله يا تبوك تختطف الناموس وتختطف المركز الأول، تهانينا لسالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري. المركز الثاني مزنا لحمدان بن سيف محمد بن حمدان المنصوري. المركز الثالث المركز الثالث سيطر لسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت زعفران السليم بمحمد بن راشد العويسي. المركز الخامس، المركز الخامس تحذير لبريك بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. تهانينا لك يا بريك بالعرج على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. هذا هو ملخص شوطنا الأول، شوطنا الرئيسي للفترة الصباحية. حضرت تبوك بكل قوة واهدت السلامات إلى ميدان الوثبة عاصمة الميادين. 5 دقائق 53 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك تبوك سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري. المركز الثاني لما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه مزنة، قطعت المسافة في 5 دقائق 54 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمدان بن سيف بمحمد بن حمدان المنصوري. المركز الثالث وصلت سيطرة سيطرة هي من احتلت المركز الثالث، 6 دقائق ثانية واحدة 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن دغمال بن سالم المدهوشي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوط قوي.